يعيش اليمنيون ظروفاً صحية سيئة للغاية، أبرزها أمراض الفشل الكلوي التي يعاني منها أكثر سكان البلاد نتيجة تدهور القطاع الطبي وإهمال الرعاية الصحية بمراكز غسل الكلى، إذ يواجه آلاف اليمنيين شبح الموت وكارثة إنسانية كبيرة على أثر شح الأدوية والمواد الخاصة بالغسل الكلوي. نقص في كفاءة وجودة الخدمة التي نقدمها نتيجة لزيادة الطلب على الغسيل الكلوي وقلة الإمكانات وقلة وشحة الدعم الحكومي الشبه المنعدم، وكذلك أيضا زيادة عدد المرضى وقلة مواد الغسيل الكلوي، وأيضا المرضى النازحين كان لهم الدور الأكبر في زيادة المعاناة. يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى علاج منتظم كجلستين أسبوعياً للبقاء على قيد الحياة، فضلاً عن استخدام الأدوية الأساسية الأخرى للحفاظ على نظامهم المناعي، إلا أن مركز غسل الكلى في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية يشكو من نفاذ المواد اللازمة لعلاج المرضى، خاصة بعد منع الميليشيا من وصول أدوية ومستلزمات طبية خاصة بهذا المرض إلى المستشفيات. فنحن على وشك المواد الانتهاء من مستلزمات الغسيل والأدوية وازدحام وكثرة الحالات من المحافظات اللي فيها الصراع إلى صنعاء. نعاني من فشل الكلوي، ما فيش يعني أي حاجة يهدئ لنا، لا في إبر تهدئ ولا في حبوب تهدئ، ما في إلا معنا إلا الغسيل. الواحد يكون مكتم تعبان مليان سوائل مليان سموم، ما فيش أي حاجة يهدئ له، حتى الأكسجين ما فيش، ما في إلا يهدئ له إلا الغسيل. معاناة اليمنيين هذه تؤكد للعالم أجمع كيف أن ميليشيات الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء منذ أيلول عام 2014 تجيد وتحترف استخدام المدنيين كدروع بشرية ووسيلة ضغط للمساومة والتفاوض عبر الاستعراض بمعاناة المرضى، إذ لا زالت تحتجز محاليل مرضى الفشل الكلوي منذ ما يزيد عن 4 أشهر في محافظة إب وسط البلاد. بعد الحرب زادت أوضاعنا سوءا في المعيشة والأدوية ونقص المواد وزحمة على المركز بسبب إقبال النازحين من جميع المحافظات المجاورة، محافظة تعز والضالع، مما أدى إلى سوء حالتنا الصحية وتدهورها بشكل أسوأ. بالإضافة إلى الوضع الصحي السيء وإغلاق 3 مراكز لغسيل الكلى في اليمن وشبه عجز المراكز الأخرى بالاستمرار في العمل، يواجه مرضى الفشل الكلوي تحديات أخرى على رأسها الوضع الأمني الذي يجعل رحلة علاجهم من منازلهم إلى مراكز غسيل الكلى رحلة محفوفة بالمخاطر.